السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعاتي الغاليات على قلبي، كي دايرات الغاليات على قلبي، كل شيء هو هذا، كل شيء مزيان. أتمنى يا ربي هذا الفيديو يلاقيكم في أتم الصحة والعافية. أول حاجة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد إن شاء الله. غنخلي لكم واحد القناة ديال واحد السيدة، واحد السيدة كتعمل كشف بالكارطة المغربية والتاروت يعني، وتشوف لكم الأبراج ديالكم، وكتعطي كذلك وصفات خطيرة في الجلب والتهيج وارجاع المطلقة لبيت زوجها وبزاف تاع الامور. غنخلي لكم قناتها في صندوق الوصف اول تعليق، روحوا اشتركوا في القناة وخبروها باللي جيتو من طرف زهرة الوردية. المهم فاول حاجة ربي يسهل عليكم، اللي عندها شي مشاكل يا ربي تفرج عليها مشاكل الدنيا والاخرة وتفرحها يا ربي، واي واحدة عندها شي امنية في خاطرها يا ربي تحققها لها يا ربي، بدها تزوج يا ربي تزوجها، بات خدمة يا ربي تجيب لها عمل، اي حاجة زوينة في خاطرها الله يحققها لها يا ربي العالمين. فبما ان الحمد لله في القناة عطيتكم الكثير من الوصفات ديال المتزوجات بالشرويطة، فبزاف تاع الناس كتسولني شنو هي الشرويطة. الشرويطة كنقولوا لها الشرويطة او الخرقة او الفوطة الجنسية، يعني اثناء العلاقة الحميمية بينك وبين زوجك، داك هذيك باش كيمسح راجلك، هذيك هي الشرويطة. البنات والعيالات ما عمركم تفرطوا في الشرويطة، دائما تخبوها. درت لكم واحد الفيديو في القناة كيفاش تحتفظوا بالشرويطة واخا يكون عنده عمرها عامين، راه تبقى خدامة، ولكن خصك تعرفي كيفاش انك تحافظي عليها. اذا بغيتي نعاود لكم الطريقة يعني في فيديو اخر قولوها ليا، واي وحدة بغات تواصل معايا ولا شي حاجة تكتبها لي في التعليقات، تقول لي انا سميتني مثلا مريم من المغرب ولا من اي دولة باش نعرف مع من كندويو، ومن بعد انا غنتواصل معاها. وردوا البال من الفيسبوك، انا راه ما كان عندي واحد الفيسبوك، ولكن من بعد جات واحد السيده دارت واحد الفيسبوك بحال سميتي، ما بقيتش كنستخدم كاع الفيسبوك، حيدته. وكذلك في التعليقات دوك الارقام اللي كيقول لكم الشيخ ما عرف داكشي، داكشي راه غير الكذوب، ردوا البال منه، ثم ردوا البال، ثم ردوا البال. فنبداو ان شاء الله على بركه الله. هذه الشرويطه، اول حاجه الشرويطه كتكون عباره عن ثوب او عن كلينكس، ماشي مشكل، حتى الا عندك كلينكس ما كاين حتى مشكل. حنا ديما كتقولوا لي يا اختي ورديه فيك الهضره بزاف، فان شاء الله هذه الوصفه غنحاول ما نكثرش عليكم. فاول حاجه كنحتاجوا الشرويطه او كلينكس او الخرقه، كل واحد شنو كيسميها، او الفوطه الجنسيه، راه شرحت لكم شنو هي. كنحتاجوا الماء الورد او ماء الزهر، ماء الورد او ماء الزهر. كنحتاجوا الريحه او البارفان، يعني ديك البارفان كديري انت دائما تشمها فيك راجلك، يعني اي وحده كتكون عندها واحد البارفان كتكون دائما تستخدمها هي دائما. كنحتاجوا البنات كذلك الفلفل الاسود، ها هو الفلفل الاسود او الابزار، كل واحد تيقول ليه. كنحتاجوا البنات خطير الفلفل الاسود، خطير في التهيج. كنحتاجوا كذلك البنات السودانيه او الفلفل الحار، ها هو الناس اللي ما كتعرفش شنو هي السودانيه، ها هي او الفلفل الحار، ها هي. وكنحتاجوا البنات يعني سنيده او السكر، هو يعني السكر كيفما كتعرفوا ان السكر يعني الخدمه ديالو او الهدف ديالو هو انك تبقاي دائما في عيون زوجك يعني حلوه عليه، فهمتوني. كنحتاجوا كذلك شويه الزيت، ها هي يعني اما الزيت يعني زيت الزيتون بدون ملح، وهذه كتكون صعيب انك تلقايها زيت الزيتون بدون ملح، فكنستبدلوها بالزيت ديال القلي يعني الزيت المائده، ها هي. كذلك البنات كنحتاجوا العسل، الا كان متوفر عندك يكون مزيان، وكنحتاجوا واحد 7 الحبات ديال الزبيب، كاملنا كنعرفوا الزبيب يعني الفواكه المجففه، الزبيب حتى هو حلو، كتبقى الحلاوه بينك وبين راجلك. فنبداو على بركه الله. فاول حاجه تنهزوا البنات، كنهزوا ديك الريحه، تنرشوا بها ديك الشرويطه بحالك، بسم الله. من بعد البنات راه كنقول لكم بالنسبه للشرويطه من الاحسن تخدموها في الايام المباركه، يعني الاثنين او سميتو او الخميس، كنرشوها مزيان بحال هكا. وكذلك واحد الملاحظه البنات، يعني من الاحسن دائما الوصفات ملي كنكونوا كنخدموا بهم، من الاحسن نستخدموا ملعقه خشبيه، يمكن نستخدموا يعني ملعقه يعني عاديه، ولكن من الاحسن تكون ملعقه خشبيه باش نخدموا المكونات ديالنا. فبعد ما يعني رشينا ديك الشرويطه بالريحه ديالنا او بالعطر ديالنا، كناخذوا شويه يعني هذا الفلفل الاسود كنحطوه بحال هكا بهذه الطريقه، بسم الله بسم الله.
يعني كيف ما قلت لكم في الايام المباركه، وتخدميها بالليل بعد صلاه العشاء الشرويطه. عطيتكم بزاف تاع الشرويطات في القناه الا كنتو كتلاحظوا مع كيلقاو تبارك الله يعني كيلقاو يعني واحد التفاعل كبير وكيعطوا للناس نتيجه. دابا نحطوا شويه السكر. بسم الله، هادشي البنات راه ماشي كنديروه بطريقه عشوائيه ولا شي حاجه. شوفوا البنات راه غير شي شويه شي شويه، واهم حاجه ان المكونات متوفرين في اي بيت، يعني اي بيت كتلقى فيه هاد المكونات. من بعد كنحتاجو هذا سميتو، كنحتاجو الفلفل يعني الحار او السودانيه كيف ما تنقولوا لها حنايا، بحال هكا. ها هي السودانيه كنقطعوها بحال هكا. انا ما عنديش شيء مقص، اما هو راه كتقطعيها شوي 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 شوي، ما كتخليهاش تكون كبيره بحال هكاك. من بعد تناخذ البنات شويه ماء الزهر، ماء الورد او ماء الزهر اللي متوفر عندك، كترشي شويه غير نقيطه باش ما تسيحش لينا ديك الشرويطه بحال هكا. كنحتاج دوك 7 الحبات ديال الزبيب اللي قلت لكم، وحده يعني راه معروف الزبيب، ها جوج ها ثلاثه ها ربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة. من بعد البنات تناخدو الزيت. بسم الله بسم الله بسم الله بحالك. العسل البنات تا هو الى عندكم زيدوه مع الزيت، يعني كتزيدو العسل الا كاع كان العسل الحر مزيان يعني زوين بزاف. انا العسل معاك كنخدم به بزاف العيالات وكيكمل ليا دغيا، يعني نجيب مثلا جوج لتر تاع العسل، يعني يلا كضرب عندي واحد 3 ايام صافي كتكمل. تنعمروها مزيان بهذه الطريقه. من بعد البنات تنهز البنات واحد الورقه، نقول لكم دابا شنو، غنهزوا هاد الورق واحد الورقه تكون بيضاء غير مسطره، وكنكتبوا فيها هاد الكلام، سمعوني كنكتبوا فيها هاد الكلام، ويكون يعني بستيلو احمر، يعني بقلم احمر ناخذ ورقه بيضاء غير مسطره وقلم احمر ونكتبوا هاد الكلام. يعني كيف ما قلت لكم كناخذ يعني ورقه بيضاء غير مسطره وقلم يكون احمر ماشي اسود، قلم يكون احمر، كنكتبوا يا خدام الجنس، كنقول للبنات يا خدام الجنس احرقوا قلب فلان ابن فلانه، يعني زوجك واسم امه، قلب فلان ابن فلان بمحبتي، واجعلوا شهوته علي، لا تحلى له امرأة غيري من بنات حواء. سمعوني مزيان، كتكتبوا في ورقة بيضاء بقلم يكون احمر، كتكتبوا يا خدام الجنس احرق قلب فلان ابن فلان بمحبتي، واجعلوا شهوته علي، لا تحلى له امرأة غيري من بنات حواء. كتكتبي هاد الكلام في ديك الورقه يعني بقلم احمر، كتحطيها في هاد الشرويطه وكطوي هاد الشرويطه بحال هاد الطريقه، كطويها بحال هاد الطريقه. للاشاره فقط، ملي كنطوي الشرويطه من الاحسن نطويها على هاد الجهه، يعني على جهتنا حنايا بحال هكا، يعني ملي كتطوي الشرويطه على هاد الجهه يعني بحال اللي كتقولي لك الحبيب ياك ارجع ليا واجي عندي. ملي كديريها بحال هكا يعني بحال اللي كتقولي لي كتخدمي هاد الوصفه باش يبعد عليك، بالعكس كديريها بحال هكا من هاد الجهه كطويها بحال هكا، يعني كتكون تبارك الله فازقه وعامره راه مزيان بحال هكا، بالعكس راه مزيان بزاف. وتناخذوها البنات وتنلوحها في مجمر وتنحرقوها. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي حنايا كاينين في الضو وما نقدوش نحرقوها في المجمر ولا شي حاجه، يمكن ليكم البنات هذاك ديروها في مقله بحال هكا وطيبوها بها في الطريقه في مقله بحال هكا. من بعد ملي طيبوها مزيان تتحرق مزيان، تاخذوا داك الشيء اللي بقى منها تحطوه في شي محبق، ولا كتخلصوا منه في شي بلاصه يعني خضراء. يعني راه حاولت نوضح لكم الوصف على اكثر حاجه نقد نبسطها ليكم، وتمنى تجربوها. راه واعره البنات بالنسبه للعيالات، البنات اللي تفلاو عليهم صحابهم خداو منهم داكشي اللي بغاو وقلبهم ركبوهم مع الطريق، يعني شحال تاع الامور. والله يسهل عليكم وييسر لكم اموركم يا ربي امين. واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد.